انا بشكرك، رحبت بناس كتير عزيزين على رماش، وانا بدوري رحب بناس كمان بطريقتي كتير عزيزين على رماش. رحبوا معي بأنس نصرة، سهر الميش من الأردن، من عيلة موقرة، من دبي جاي اليوم حفلتنا يحضرها. ما بنسى ابن مسعد بيير هالجوهرة، صاحب الأيادي البيض وخدماته المقدرة. رميش فيه بتشوف حالها وصاير إلها مفخرة. ما سمعت. وانت يا استاذ جورج، يا صاحب الانفاس المعطرة، حب رميش لأغلب سنين عمرك عطيتها، بنيت صرح من الثقافة بهدوء وبدون شوشرة. اجا مخر